وتزلزلت عاد الثبات. مهما تمنعت الظروف الحب يصنع معجزات. الخير أبو محمد، صار لك كم يوم أشوف العيال شايلين شنط رايحين وراجعين، هم رايحين مدرسة ولا في مدرسة هنا؟ لا، موجودة مدرسة عندنا بالمخيم. ما شاء الله، وشلون تفاعل مع الطلاب؟ ملعوزينك؟ الحمد لله رب العالمين، بدنا نتحمل هم هذول أطفالنا. الله يبارك فيهم. الله، أنت اليوم عندك صف ولا؟ نعم نعم، حاليا مداوم. أنا بنأخرك عليهم. الله يجزاكم الخير. لا لا، بس لازم نمر على هذه المدرسة ونمر أكيد مع المشاهدين ونتعرف على أول شيء الطلاب وعلى المدرسة اللي موجودة في المخيم، وأكيد نتعرف على المعلمين. فرحت من كل قلبي لما سمعت صوت الأطفال وعرفت أن هذه الأصوات تأتي من مدرسة المخيم، يعني مخيم بسيط ما في أمل تتوقع أنه فيه مدرسة. أمانة تشوف المأساة، تشوف المخيمات، تشوف الصعوبة في أنك تعيش في هذا المخيم، تبتدي تفكر شلون مخيم فيه مدرسة، وشلون أهل المخيم مهم عندهم تعليم أولادهم. ولما تعرفت على أهل المخيم فرحت واستنست أنه شلون يفكرون بتعليم أبنائهم، وأن هذا الشيء مهم بالنسبة لمستقبل أبنائهم. السلام عليكم. اسمحوا لي أحضر معاكم اليوم. سلامي، شرفنا والله، شرفنا. خلنا نسألهم عادي، يمكن مش عادي عندهم. عادي عندكم؟ حبوا الأستاذ يحضر معنا؟ قولوا أهلا وسهلا. على الرحب والسعه، اعتبرني طالب. حياك الله، انا سهل اشرف. اعتبرني طالب. في مكان لي ولا لا؟ في، تفضل. ها اشوفه، هذا احسن من خطي. لا لازم يعلموني وانت تعلمني بعد. سلامي، شرفنا والله. يلا نبدا حصتنا يا استاذ. نعم يلا تكلم. واذا تكلمت ممكن يعني ان تعاقبني، ما في مشكله، اعتبرني من الطلاب. وعد بقي وعد. راينا العنوان سفينة الفضاء. أحسنتم. ودعبروا الغيوم تعانق السماء. ما شاء الله ما شاء الله. سير في أول سفينة. أستاذ أنا رافع يدي يا معلم. أحسنتم ما شاء الله، أحسنتم ما شاء الله. من يعيد الأحرف الشمسية فيصل؟ نعم تفضل. كتابة اللسان. وكتابي ما أحلى كتابي، أول درس فيه اقرأ فيه كل صواب، اقرأ من أوهامك ترى في روض العلم. أنا أحيا في جناء أنسى الشق طيبة، أحمل فوق الظهر الدنيا، فالعلم في جوف حقيبة. يلا بالتوفيق. أهلين. شرفنا. يعني هي رسالة عم نحملها نوصلها إن شاء الله. ما شاء الله. والحمد لله إنه مأمنين هال يعني بيمكننا شباب كانوا بالخيمة. نعم. الحمد لله يعني صف. الحمد لله. سبورة ممتازة يعني هال سبورات هي ما كانت. نعم. لأن هي كان ما كانت توقع عنا الحمد لله يعني. شكرا انتم. يلا السلام عليكم، مع السلامه. مثل ما تشوفون يعني هذه المدارس صحيح ان امكانياتها بسيطه، صحيح ان نشوف الطلاب حتى يجون من مسافات طويله مشي على الاقدام بس على اساس يتعلمون، وما شاء الله عليهم يعني حتى من متفوقين في فصولهم. ما اقول الله يكتب اجركم انكم قدرتوا تساهمون في مثل هذه المشاريع وتعلمون طلاب، وباذن الله يكونون من المتفوقين ويكون خلنا نقول المستقبل امامهم. نشوف منهم الدكتور، نشوف منهم المعلم، الطبيب. الله يوفقكم ان شاء الله.
كل شيء استاذ الرياضيات خاط عربي استاذ علوم كل شيء استاذ احب القراءه والقران نحب المدرسه العلوم والرياضيات والخط القران والخط الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. شفنا معاكم في حلقه اليوم المدرسه اللي موجوده في المخيم. شفتوا هذه المدرسة؟ هذا خيركم يا أهل قطر. هذه المدرسة اللي حطيتوا أنتوا فيها علشان الحلم يصير واقع. شفنا معاكم اليوم أسماء وذابلة ووعد شلون يمشون يوميا فوق الساعة بس عشان يوصلون ويتعلمون في هذه المدرسة. مدرسة فيها فوق 300 طالب وطالبة، فوق 15 معلم يعلم وما يبي أي أجر، متطوع لهذا العمل بس علشان يخرج جيل متعلم وفاهم. وهذا اللي يبين أهمية التعليم وشلون نخرج جيل متعلم وقادر على صنع المستحيل. شفنا معاكم هذه المشاريع اللي ترفع الرأس ونفتخر فيها. في أمان الله. عاد الثبات مهما تمنعت الظروف الحب يصنع معجزات.